ولاحظوا ما قال بني، وإنما قال وضع. وفي القرآن إن أول بيت وضع للناس، فرفع القواعد رفعه إبراهيم عليه السلام، أما الوضع فعلى الصحيح أن ذلك كان من الله جل جلاله. أبو ذر يقول: يا رسول الله، أي مسجد وضع؟ ولاحظوا ما قال بني، وإنما قال وضع. وفي القرآن إن أول بيت وضع للناس، فرفع القواعد رفعه إبراهيم عليه السلام، أما الوضع فعلى الصحيح أن ذلك كان من الله جل جلاله. فأول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وهذه الأولية تقتضي رتبة في الزمان وتقتضي فضلا في المكان، تقتضي الأمرين معا باعتبار أنه مكان عبادة، فهو أول ما وضع من دور العبادة كلها في الأرض هو هذا البيت، هذا المسجد، أقدم مسجد وضع في الأرض وأول مسجد وضع في الأرض. فإذن هي أولية في الزمان وأولية في المكانة والفضل، أولية في المكانة والفضل، فليس هناك مسجد يقدم على هذا المسجد في الفضل.